كنت متوقع اداء افضل من كده للمنتخب المصري؟ هل كنت متوقع طفره في اداء المنتخب المصري مع الكابتن ايهاب جلال في اول لقاء ليه؟ الحقيقه لا يا كابتن، ما توقعتش، بس توقعت ان انا اشوف اي تغيير. دايما المدرب الجديد يعني بالبلد بيقولوا غربال الجديد ليه شده، يعني في حاجه لمحه اشوفها. انا ما شفتش كابتن ايهاب جلال قدم اي حاجه في الثلاث خطوط، ما فيش لعيب جديد قدمه لي مفاجاه في المباراه. يعني انا توقعت اشوف كريم حافظ، يعني انا مش عارف بغض النظر عن الاسماء، توقعت الاقي باك شمال، حاجه قدمت حاجه جديده للكره المصريه. الحاجه الجديده دي ممكن جدا، وممكن جدا يكون من خلال طبعا الانتقادات الشديده اللي على الكابتن ايهاب جلال، او الموجه السوشيال ميديا على انتقادات الكابتن ايهاب جلال لتعيينه. هل كان هو عامل حساب مش عايز يعمل الريسك؟ هل ده بياخد من تفكير المدير الفني ردود افعال السوشيال ميديا، ردود افعال النقاد والجماهير لو انا هاخد خطوه؟ وهل ده كابتن ايهاب عنده هذه النوعيه، شايف انه فعلا عمل حساب الجزئيه دي؟ اكيد عمل حساب، بس لو انا هبص بالمنطق ده كابتن يبقى امشي على طول. انا رايي كده امشي من تدريب منتخب مصر. لو انت هتبص للميديا هتكتب ايه، والناس هتكتب ايه، والاعلام هيكتب ايه؟ اصل مع احترامي، يعني مع احترامي الكامل للتصفيات الافريقيه واحترامي الكابتن جلال، احنا مش بنلعب ريال مدريد، مش بنلعب البرازيل والارجنتين، احنا مين اللي معانا في المجموعه؟ ملاوي واثيوبيا وغينيا. احترامي الكامل للمنتخبات دي، بس انت بتتكلم عن منتخب مصر. منتخب مصر اسم مرعب في القاره الافريقيه. برضه هنرجع تاني، وما هو المنتخبات اللي احنا بنقول عليها ديت ايه المنتخبات ديت؟ لا، المنتخبات دي عملت اتقدمت شكل، اتقدمت وعندها تمام. محترفين وعندها لعيبه كويسه وعندها اداره فنيه اجنبيه. يعني الكلام ده كنا بنقوله زمان، اثيوبيا لا اثيوبيا ان شاء الله نكسبها 4-5، مش عارف غينيا لا، الكلام ده كان في الثمانينات والتسعينات. لكن انت لما بتتكلم على منتخب، كل المنتخبات اللي موجوده معاك في المجموعه كانت متواجده في امم افريقيا اللي فاتت، فده دليل انها منتخبات قويه، منتخبات تمام. كويسه. ف يعني الحته دي الكابتن ايهاب جلال يشتغل ازاي بيها، ياخد من ايه بالظبط من المباراه اللي فاتت، ويحاول يصلحه في مباراه يوم الخميس ان شاء الله.